أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا رجت الأرض وجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا وأصحاب اليمين ما أصحاب
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ
أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ما
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فسبح باسم ربك.